بص، اي حاجه انت عايز تشتريها تلاقيها معاك. كل حاجه طبعا المكتب المصري والحضانه المصريه وانتيكات بقى. يعني بص، انتيكات عامل ازاي؟ يعني بص، كل حاجه تبع الحضاره. انا اوريكم بقى. بص، كل حاجه تبع الحضاره، حضاره مصريه، خواتم وحاجات الاوصال مكتوب عليها تقريبا، مش عارف الاوصال فين. بص عامل ازاي؟ كل الناس هنا بتشتري، يعني مفيش حد هو خارج بقى. بعد ما يشوف اللي عاجبه جوه بيطلع بقى يوسع الحاجات اللي هو عاجبته جوه فيجيبها من بره. كل حاجة يعني التصنيع المصري حلو جدا. يعني بص، دي بألف بمية وخمسين جنيه بحر بالسعر دي. الكتاب ده معرفش كام، الكتاب ده معرفش. أنا أقولك، الكتاب دوت بألف وستمية وخمسين، ألف وستمية وخمسين جنيه كتاب. حاجات بقى صعبة تلاقيها على النت يعني، وهتلاقي كل حاجة بفلوس كتير على النت برضه. كمان أنت تجيب حاجة أصلية 100%. دي حاجة عاملة إزاي؟ ده ب 500 جنيه اهو، كتاب ده ب 500 جنيه، كل حاجة محطوط عليها سعرها. بص، الحاجات بتاعت الفراعنة، نكس الفراعنة، الجمل مش لعيب أوي أهو. بص، نكس الفراعنة، دي معرفش أسعارها هتتباع بكام، بس 100% مش دهب، أو لو دهب يبقى غالي أوي. بص، الهاري فاتن، كل ما كنت تشتري أي حاجة من هنا، ده هتلاقي أسعار محددة يعني، يعني هتحل في أي أسعار محددة. تشاكيل وحاجات ذكرى، كلها حاجات من ذكرى يعني. بص، ايه ده عين وعين، خد عين وعين برضه. طب شد ده، ماشيين. بص، المكان ده كمان عامل ازاي؟ المكان ده حلو قوي. الاسعار مش مكتوبه ولا الاسعار مكتوبه؟ ما اعرفش. تفتكر انت هيضحك عليك؟ لا، مش هيضحك عليك. الاسعار مكتوبه، بس الاسعار هي غاليه بالنسبه للمصريين، بس هي حلوه بالنسبه للاجانب. يعني دي ب 55 جنيه فاضي. دي يا مروحه كده، مروحه يا حرام. الدنيا يا حبيبي، ما شاء الله زحمة جدا. يعني السياح شغال حلو جدا. بص، الدنيا زحمة عاملة ازاي؟ لغات غريبة، ده صابون فرعوني. أكيد طبعا مش صابون فرعوني، بس حاجات مصرية بقى. خلينا هنا بقى في الحاجات الأخف سياحية. يعني دي، بص اهي، يعني دي ب 420 جنيه، التمثال ده ب 420 جنيه، والكرسي دوت ب 1980، التمثال ده ب 1980، ودوت التمثال ده ب 435، وده ب 424، 1424. الشركة كبير دوت ب 1387. السكين ده عامل ازاي؟ دي كلها انتيكات في البيت، انتيكات حلوة جدا والله، شبه حلو جدا، شيك جدا. كل حاجة مكتوب سعرها عليها. دي بص، 3000، دي العربية دي ب 3850، والعربية دي ب 6000،
العربية دي اهي 6000، 6545. دي بقى شنط وحاجات الجلود الطبيعية المصرية. دي بقى معرفش ده الحاجات اللي هي بس الأفلام دي 120 جنيه. خنافس ده ايه ده؟ دي بقى 2072 جنيه. ولا دي ايه دي؟ معرفش ده سعر تقريبا. ده سعر اهو 2072، دي 784، دي 2072 برضه، دي اللي ورا 2500، اللي هي والله اقسم بالله رخيصة دي. دي ب 6000 جنيه الأسد ده، النمر ده. ده الشطرنج ده بكام؟ الشطرنج ده بقى ب 38424 جنيه. الشطرنج ده سعرهم دي بقى كوبايات وحاجات. كده احنا خلصنا الفيديو على كده.